ونقاش هذا الملف ينضم إلي دكتور خياتن كوهن يونرجاك الباحث باحث الشأن التركي في مركز ديان في جامعة تل أبيب. مرحبا بك وينضم إلي من باريس دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية ومن إسطنبول الأستاذ مهند حافظ أغلو محلل سياسي. مرحبا بكم جميعا. دعوني أن أبدأ دكتور خا، يعني استمعت لما قاله أستاذ مهند، يعني يقول بوضوح بأن تركيا لا تقبل المساس بسيادتها وأن هذه القضية هي قضية تركية داخلية. أليس برأيك من حق تركيا السيادي أن يعني ترفض التدخل الغربي والخارجي بشؤونها الداخلية؟ קודם כל, אני מאוד מכבד את האורח שלכם, אני לא חושב כמוהו. ضيفك لكنني اختلف معه ولنضع الحقائق على الطاولة. هناك قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتركيا وقعت على المواثيق التي تلزمها بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ما قامت به السلطات التركية هي بدل أن تطبق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حينما اضطروا لإخراج كفلان هم قاموا بتوريطه بملفات جديدة وأبقوه رهن الاعتقال. فهذه محاولة لتضليل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وهذا يلحق الأذى بصورة النظام القضائي التركي أمام العالم، وهذا يعكس على أن النظام القضائي ليس مستقل. لذلك المستثمرين الأجانب يخشون الاستثمار في تركيا لأنهم لا يعتقدون أن القضاء مستقل، وما يرتكبه الأتراك بلغة كرة القدم هو تسجيل هدف ذاتي لأنهم لا يحترمون قرارات المحاكم الدولية ولا يطلقون سراح عثمان كبالة. لذلك هذا أمر غير مقبول وهذا لا علاقة له لا بقرار سيادي ولا بتدخل أجنبي. أطلقوا سراح الرجل وقدموا ضده لائحة اتهام جديدة وأوقفوه إلى المحاكمة. إذا ما تم إدانته فسيدخل إلى السجن، وإذا ما تم تبرئته فسيطلق سراحه. منذ العام 2017 الرجل رهن الاعتقال وكل التهم ضده كانت فارغة. نعم دكتور يونس أطرح عليك يعني وصلت الفكرة، ابقى معي. يعني دكتور خاي يعني أراك تتبسم وتريد التعقيب، ولكن نحن هنا في إسرائيل وإسرائيل أكثر من تم انتقادها في قضايا مماثلة، وأخرها كانت تصنيف 6 منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، ورفضت إسرائيل هذه المواقف الدولية. ألا ترى تشابها بين موقف إسرائيل وبين حكومة أردوغان بهذه القضايا تحديدا؟ أنا لا أرى أي تشابه لأن في قضية كفالة هناك قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بإسرائيل هناك تحقيقات لوزارة الأمن، ونتيجة تحقيقات وزارة الأمن قررت إسرائيل تصنيف هذه المنظمات وهناك نتائج لهذه التحقيقات. لذلك أنا أقترح أن لا نخلط الأمور ببعضها لأن لا علاقة بينها. لكن أغلب الدول ترفض أي تدخل خارجي ودولي بشؤونها واعتباراتها الداخلية. هذا صحيح، ولكن ما يدور هنا هو منظمات حقوق الإنسان ووفق تحقيقات وزارة الأمن الإسرائيلية هذه المنظمات التي تدعي أنها حقوقية هي ليست حقوقية، ولا يوجد أي دليل بالنسبة لعثمان قبالة أنه تدخل أو كان متورط بأعمال عنف. هو رهن الاعتقال بشكل متغطرس وغير قانوني، ولذلك الانتقادات الموجهة لتركيا. وأنا أعتقد إذا ما أرادت تركيا أن تكون جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، وإذا ما أرادت أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي، عليها في نهاية المطاف الانصياع إلى قرارات المنظومة القضائية الدولية وتحديدا محكمة حقوق الإنسان الدولية.